رشا، وصلنا على ختام صباحنا غير، ورح نحكي بمساحتنا النفسية والتوعوية عن القلق الامتحاني. يعني مثل ما ذكرنا اليوم عم تكتر هدول القصص لأنه نحن بالألفة يعني الكل يعني هلأ العائلات السورية مهتمة بهذا الموضوع. القلق الامتحاني كتير بيعانوا منه، مو بس حتى الطالب، كمان الأهل والمدرسين. بدنا نحكي كيف ممكن احنا نتعامل مع هذا الضغط، كيف فينا نزيله، وشو نصائح الاستعداد للامتحان. كل هاي التفاصيل سعدنا نحكي مع الأستاذة رائدة بعكر، مدرسة الرياضيات وخبيرة في مجال العمل التربوي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. سعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم، أنا سعيدة فيكم مرة تانية. أهلا وسهلا، أنا مبسوطة بحضرتكم. هلأ إذا رجعنا هيك شوي بذاكرتك للقلق الامتحاني اللي أنت مرأتي اليوم، ذاكرتك بتسع فيك بهدول اللحظات اللي كنا نفوت فيهم على القاعة وناخد الورقة ونعيش هذا الضغط؟ أكيد أكيد. أنا أول شيء بوجه تحياتي لكل الطلاب ولكل طلابي ولكل أنحاء الطلاب بسوريا. أنا مقدرة قدي أنتم بتوتر بهدوء، أنا اليوم إن شاء الله أجيت لحط هالإطمئنان وخفف من توتركم واعطيكم بعض التقنيات لحتى تعيشوا بحياه الاستقرار النفسي. اكيد كنا نقول يا ريت نحن رايحين على الامتحان بيصير معنا شيء لحتى ما نقدم امتحان، بدنا نهرب من الامتحان باي طريقه، فانا مقدره هي الامور. فاليوم اسمحوا لي نقدم لكم بعض النصائح والتقنيات يلي بدها تساعدنا على الخروج من حالة التوتر. تمام، خلينا نحكي كيف اليوم نحن قادرين نزيل هذا الضغط الموجود بفترة الامتحانات قبل وأثناء. تمام، أول شيء لازم نحن نعمل نتقبل هاي المشاعر. كلياتنا طبيعي إنه نخاف، طبيعي إنه نعيش بحالة توتر. نتقبل هذه المشاعر السلبية بكل صدر رحب ونحاول نعمل عليها من خلال الاسترخاء. هذا الاسترخاء يمكن أن نعمله قبل أيام من الامتحان، نمشي بالطبيعة، نلعب رياضة، نقوم بعمليات تنفس، نقوم نتقبل ذاتنا مع هاي الأفكار ونعيشها لأنه شيء طبيعي نعيشها. والأهم من هذا كله ثقتك بنفسك، خلي ثقتك بنفسك عالية جدا. نحن ما لازم شيء يحبطنا وما لازم نخلي حدا يأثر علينا، طالما نحن طلعنا وتقبلنا مشاعرنا السلبية وحاولنا نكون واثقين بنفسنا، واثقين من هدفنا، واثقين بإيماننا برب العالمين. صدقوني ما في شيء بيوقف بوجهنا. والتقنية أهم من هالك كلياته، عيشي اللحظة، عيش التحفز. العقل بيمشي على التحفز، بيمشي على انك انت تحفزيه، يكون عندك شغف. اذا ما حفزتي بالقلق بتدمريه وبتتعبي وبتضيعي له وقته، وبالتالي ما رح تلاقي فيه نتيجه. اذا خلينا نحن مسترخيين قدر المستطاع. الطاقه الاسترخاء كثير مهمه، انك تتنفسي، ما في احلى من النفس. كوني متفائله، كوني في امل، كوني في بسمه. عيش التصور الذهني. انا بنصح كل طلابي الاعزاء، رجاء رجاء خلي عندك إيمان، عيشي هذا الحلم. تخيلي حالك أنك أخذي ورقة الامتحان يومياً، رجاءً في هذا الجو الامتحاني، أنك أنت أخذي ورقة الامتحان والأسئلة حلوة وبسيطة وعبي بتسمي وتقولي أنا سعيدة فيها، أنا إيجابية فيها، أنا الله أكيد رح كون بكرة منيحة. مثل ما بتزرعي بتحصدي، لكن وقت بتعطي لنفسك إيحاءات سلبية، أنا فاشلة وبكرة ما رح أعمل منيح وبكرة ما وبجوز ما أعرف وهالأمور هاي وكذا، لا بعديلي عن هالإيحاءات السلبية. رجاء ازرعي حياة إيجابية رح تقدم فيكي ورح تعطيكي خطوات. عيش حلمك، عيش هدفك، بعيد عن التوتر. التوتر إضاعة للوقت وهدر وتدمير للذاكرة. والأهم من هذا كمان بتمنى أنه نحن بنعمل شغلة كتير مهمة، أني أنا خلي عندي جواتي يقين وعزيمة. يقين الإنسان شو ما بيسعى بيلاقي هدف. مو أنا وقت بكون أنا بامتحان معناتها لازم عيش حالة طوارئ واكتئاب وتوتر وما بعرف، لا. برجع بنصح جميع الطلاب أنه يعيشوا حالة استرخاء قبل الامتحان وبعد الامتحان وأثناء الامتحان. طبعا. رجاء. تمام، كتير حلوة هاي الطاقة الإيجابية اللي عم تحكي فيها ولازم تكون موجودة عند الطلاب، ولكن للأسف منلاقي مو الموضوع هي عند الطلاب، عند الأهل. اللي أنت حضرتك مدرسة وبتعرفي حجم التوتر الكبير بيكون والقلق عند الأهل. حتى في عبارات يعني وعينا عليها أو بالامتحان بضل بيقولوها الأهل، مثلا في الامتحان يكرم المرء أو يهان. كنا نكتبها على الحيطة أو هالجملة يعني بتعمل لك هاجس نفسي كبير. نحكي دور الأهل اليوم تماماً، وتأثيرهم اللي عم يكون للأسف أحياناً سلبي بخلق هاي الأجواء. جميل سؤالك، كنت بدي أطرحه سبقتيني، شكراً لحضرتك على هذا السؤال. معلش، اتركوا الطالب
تركوه يتحمل مسؤوليته، تركوه يتحمل نتيجة عمله، ما تزق عليه قوم قوم قوم، بصير عنده ردة فعل. الحياة إن فشل أول مرة ما بتوقف الحياة عند هذا الامتحان، فشلنا أول مرة، فشلنا ثاني مرة، وين المشكلة؟ خليه يتحمل نتيجة عمله، مو نحن بنقول له أنت فشلت بالامتحان معناتها نهاية الحياة؟ لا، مو نهاية العالم، ورسبت بالامتحان، ورسبت بالمادة، والمشكلة ما نعطيه إحباط، نطبطب عليه، ناخده بالحضن، نعلمه الثقة بنفسه والاتكال على ذاته، خلي الأهل على جنب لو سمحتوا. ما توتروا الطالب، الطالب مو ناقصه انه هو غير دعمكم وتشجيعكم، مو التشجيع بالحالة الإيجابية، ليك ابن جيرانك عم يدرس، أنت ما عم تدرس، ليك أنت كذا، مو هو قرب الامتحان، يلا أنت ضيعت الوقت، رجاءً اتركوا الطالب هو يشتغل، بيعرف حاله شو بده، صدقوني وهو حاله رح يقدر نتيجة عمله. بس اليوم الأهل يعني عند هاي الجملة بيوقفوا في نقطة كتير مهمة، إنه هدول الشباب بعمر حساس وبفترة مراهقة للأسف عم تكون هدول الامتحانات المصيرية اليوم هي اللي عم تقرر دخولهم جامعة أو تحقيق حلمهم أو فشلهم، بعمر كمان عم يرافق إن كان الرفقات إن كان المشاعر الخارج البيت. فالأم والأب اليوم كتير حريصين إنه كمان يكون في مراقبة على الشاب أو الصبية. جميل، هاي المراقبة ما تكون بذات الخنق، نخنقه للطالب، عنا كتير هدول القصة الخنق، ما نخنقه، نخليه هو حالة استرخاء، يحكي، خليه يحكي، خليه يحكي مع ذاته، خليه يحكي اللي عنده، لأنه إذا خنقتيه رح توتريه وتزيدي له الضغط، تعملي له اكتئاب. صحيح. وتفشلي. تمام، خلينا كمان نحكي عن موضوع كتير مهم هو بعد الامتحان، مو بعد كتير، بعد تقديم أول مادة اليوم. كيف ممكن أو شو الطريقة الصحيحة لازم يتعامل فيها الطالب بعد الخروج من الامتحان؟ أول شيء رح أقول لك شغلة، أنه الامتحان بكليته عندي قبل الامتحان بكام يوم، عندي قبل الامتحان ساعات، عندي بقاعة الامتحان شو بدي أعمل، عندي ما بعد الامتحان. فالامتحان لازم نهيئ له قبل الامتحان بسبعة أيام مثلاً. لأقول لك شغلة، كتير طلاب بيعملوا ليل ونهار ونهار وليل، بيضلوا يدرسوا كل الليل وبيناموا بنهار. نحن لازم نكسر هاي القاعدة، أول شيء لازم نعمله قبل قدوم الامتحان بسبعة أيام هاي القاعدة نشيلها من حياتنا. لازم نعمل سيستم جديد أني أنا فيق بكير ونام بكير. فرجاء أن يا طلابي الأعزاء يلي عم بيسهر كل الليل وبدي يروح على الامتحان، مو معقول يروح على الامتحان وهو مغمض عيونه وعم بفرفك بعيونه، كيف بدها تجي المعلومه؟ كيف المخ بدا يفهرس هذه المعلومات؟ كيف انت انا بترجعي هالذاكره اللي انت مليانه كلياتها معلومات؟ اذا ما كنتي نايمه انت وشبعانه نوم وعامله عمليه صيانه. فرجاء اول شيء قبل الامتحان بسبعة ايام اني اكسر هالعاده وارجع انسان طبيعي ومتوازن حتى اقدر فيق. هلا قبل الامتحان ثلاث ايام لازم روح اتعرف على مكان الامتحان، لازم شيء ادواتي، مو خلي الامتحان قبل بساعه روح ادور على مركزي ودور على ادواتي، لا، لازم نحن نهيئ حالنا جسديا نفسيا مكانيا، وين امتحاني، شو الاغراض اللازمه، شو الاشياء اللي ضروريه، واعمل ريلاكس قبل الامتحان بساعات، لازم نفيق قبل ساعتين ثلاثة، نقعد نعمل استرخاء تنفس، نفتح الشباك، ناخذ اكسجين، نفطر قبل بساعتين، اذا ما بدك تفطر لا تفطر، كل تمرة، كل سكريات سهلة الهضم، عيش حياتك. الامتحان هو شيء عادي جدا وبسيط، نحن بنمهله على الفاضي للطالب قبل الامتحان وانطلق على الامتحان وانت بسمتك هيك ومتفائل وامل وثقتك بنفسك وطاقتك كتير عالية من رب العالمين. هلأ بنرجع لقاعة الامتحان، أول ما فوت على الامتحان لازم فوت وأنا بقمة الرواق والهدوء، مو بلش فوت بتهاضم على رفيقي من هون، بتهاضف على المراقب من هون، رجاء نحن مدرسين ونعرف الطالب، لا، بفوت بقعد بمكاني بشكل محترم ولبق وأنيق، أدواتي قدامي، المي، الساعة، التوقيت أهم شيء قدامي، وحط بطاقتي بكل هدوء. حسيت حالي بتوتر باخذ نفس عميق، بطرد كل هي المشاعر السلبية وبقعد مكاني، هي حالي تماما، باخذ ورقة الامتحان بطلع فيها بقراها بشكل سريع كاملة، تبهو سريع، سؤال سؤال سريع، لا للأسف سريع وهادي، وبحاول عند كل سؤال اكتب كلمة مفتاحية أو ربط على ورقة الامتحان ولو بسيطة، من قانون، ممكن كلمة، ممكن شعر، وارجع بلش حل بالأسهل، لأنه عقلك اللاواعي ببلش على الحل الأصعب وبيبلش يقلك أنا جاهز. إذن
استرخاء، هادي، ورقتي، بلش بالأسئلة الصعبة، السهلة ثم الصعبة، وبرجع بأكد شغلة كتير مهمة، لا تطلع قبل الوقت، لا تطلع قبل انتهاء الوقت. يا ما في طلاب للأسف بيرحلوا الأجزاء لأنه بيطلعوا قبل الوقت. حتى لو ان طلع طلاب قدامك انت ما لك علاقة، انت عيش اللحظة، انتبه لورقتك وبس. هيك وقت الذاكرة اليوم ترجع، وخليك انت ما تطلع قبل ما تخلص الوقت. وان ضل معك وقت اعمل مراجعة. المراجعة بتكون انا بالنسبة لي بسميها مراجعة فنية، وفي مراجعة غشيمة. يعني كيف باخذ الورقة؟ في كتير طلاب بياخذوا ورقة الامتحان بيراجعوا ورقة الامتحان. لا يا ابني، المراجعة تكون باخذ ورقة السؤال، ورقة الامتحان، طلع السؤال الأول وبقارن حلي، السؤال الثاني وبقارن، مو بتراجع الورقة، الورقة مكتوب فيها كل شيء، راجع السؤال رقم كذا مع الإجابة، ويا ما في طلاب يكونوا نسيانين أسئلة وبلشوا خبطوا على حد. صح، صحيح كلامك. حتى هلا بعد الامتحان، عفوا منك، فضل. لأنه كثير أنا بأكد إنه بعد الامتحان خلصت الامتحان، عملت اللي عليك، تمام؟ بطلع من الامتحان. وكمان بدي ركز شغلة قبل الامتحان، ما تروح قبل بساعة من الامتحان وتيش تناقش مع رفقاتك أنا عملت هيك وأنا سويت هيك. إياك 300. ستين يوم هلق بهالربع ساعة أو نص ساعة بدك تسترجع؟ لا. وبأكد كمان ما تحاول تدخل على عقلك أي معلومة جديدة قبل الامتحان. يعني أنا فايت على الامتحان مبلش أحفظ جديد، لا، مخك ما عاد خربطت اللي فوق واللي تحت، ما عاد تقدر تسترجع المعلومات. خليك قبل الامتحان ريلاكس، هادي، أي معلومة ما بدنا ندخلها، ما نناقش أي حوار مع رفقاتنا. تمام. معلومات كثير مهمة أكيد، ونحن اليوم بحاجة دائما نذكر بهدول النصائح ويكونوا اليوم عنا داعمين لطلابنا. وفي نقطة كثير عن تجربة شخصية، ما بعد الامتحان أحيانا بتكون المادة ما كثير منيحة أو بنحس إنه نحن انكسرنا بهاي المادة، إنه بنروح لقرار الانسحاب، فلا، أحيانا بتكون نحن وهم علاماتنا كثير منيحة، فكثير طلاب عم تنسحب للأسف وما عم تكون مكسورة بالمادة. فخلينا هيك نكفي المواد كلها وتكون النتيجة حبيبتي. حلوة أكيد. هلا نحن سواء طلعنا قدمنا الامتحان وخلصنا، تمام، ما لازم نفكر بالنتيجة. وقت بتفكري بالنتيجة، النتيجة أنت عملتي اللي عليكي، لا تفكري بالنتيجة. النتيجة تركيها لبعدين. هي واحد. اثنين، طلعت الامتحان ما تناقشي أي معلومة مع رفقاتك، أنا كتبت هيك وأنا بتوقفوا على باب الامتحانات وبيبلشوا عاد أنا كتبت هيك وأنا سويت هيك، بيعمل إحباط. لا، رجع على البيت، افصل نفسك تماما، اللي قدمته قدمته واللي عملته عملته. أنت حاول هيئ حالك للمادة اللاحقة، مو معناتها أنا ضربت بأول مادة إجي انسحب وقول يلا كمل. أكيد تماما. روح على البيت بهدى وبدعي لربي وبحمد ربي. نعم، على الراحة والاطمئنان. شكرا كثير لك حبيبتي. شكرا كثير لك. للأسف وقتنا خلص لليوم، معلومات كثيرة ونصائح مهمة قدمتي لنا إياها لليوم. شكرا كثير. بالتوفيق للجميع. بالتوفيق طلابي الأعزاء، وشكرا لكم كثير. أهلا وسهلا بحضرتك وشكرا لوجودك، والله يمضيها هيك هالفترة على خير إن شاء الله. يا رب يا رب، نقول يا رب. رشا، وصلنا لبعض.